يلا احنا يعني يعني مثلا في تصريح وما اعتقد سيد عبد الحفيظ ان انا قلت للحكام الكابتن أي سيد عبد الحفيظ كنت يقف. لسه أسألك في الموضوع ده، إنك يا اخي على الطلاق بالثلاثه ده انا الناس هتجنني يا لا راجل، مش للدرجة دي، ما انا هتجنن مش يا راجل. للدرجة دي، في لا مش عاقل؟ للدرجة دي، مش للدرجة دي. هل يا ابراهيم في انسان محترم يقول لحكامه المحترمين يا ابني الكابتن سيد اللي هو ليه كل احترام وتقدير عندنا وكل مديرين الكره في الدوري، انا اجبر الحكم عندي انه يعمل حاجه غلط؟ مستحيل. طب انا مش محترم؟ لان الكلام ده صعب قوي، صعب. وانا اذا انا اقسم لك بالله ما حصل ولا ممكن يحصل ولا اقدر اوجه حكم لاي شيء، هو بيحكم اللي شايفه. لان زي انا ما كانش حد يقدر يتدخل في عملي، نفس القصه ما تتدخلش حتى في عمل اصغر حكم في مصر.